أسأل عن حكم امرأة أنجبت 7 أبناء كلهم ميتين وكلهم مكتملي النمو إلا واحدا منهم كمل 7 أو 8 أشهر، وحيث أن هذه المرأة دفنت أحد الأبناء بدون صلاة وبدون تغسيل وبدون تكفين، ودفنته في مكان في البيت وليس في المقبرة، وذلك جهلا منها وحيث لا تعرف مكانه الآن حيث أنها لم تسميهم، فما الحكم والحال مالكر؟ جزاكم الله خيرا. الحمل إذا مات قبل 4 أشهر فإنه لا يأخذ حكم الجنازة، ولكن يلف ويدفن في أي مكان من الأرض ولا يأخذ حكم الجنازة. أما إذا بلغ 4 أشهر فأكثر فإنه تنفخ فيه الروح ويأخذ حكم الجنازة، يجب تغسيله، تكفينه، الصلاة عليه ودفنه في المقبرة. فإذا كان هذا الذي دفنته في بيتها قبل أن يتم له 4 أشهر فلا حكم له، وأما إن كان قد بلغ 4 أشهر فأكثر وهي تعرف مكان دفنه فإنه ينبش إذا كان بقي منه شيء ويدفن في المقبرة. نعم.